السلام عليكم حبيبتي ان شاء الله تكونوا بالف خير بغيتي ديري تحليه منعشه بكريمه الليمون تجي كما الباتيسري يعني انا درتها شكل تخونش تاع الباتيسري بدون جينواز كما شفتو غير بالبودوار بكريمه الليمون بدون بيض بالنسبه لي عندهم حساسيه تاع البيض سريعة التحضير تقعد لكم المدة طويلة سألتوني على هاد كريمة الليمون مشا هي قعدت لي راهي قعدت لي تقريبا شهر راهي فايت عشرين يوم عندي في التلاجة ما صار قاعدة كيما هي خاطرش ما فيهاش الليمون آه انا مانيش نستغنى على هاد التحلية سريعة التحضير سهلة سهلة تولم المناسبة تاع الافراح سهرة رمضان يعني آه شفتوا كريمة الليمون هذيك هي دوك رابط الوصفة في صندوق الوصف هنا جبت حبات تاع ليمون كبيره عصرتها صراحه انا عندي الليمون هنا في الـ في الـ يعني في الجنينه تاعي صغيرة عندي شجره تاع الليمون عصرتها زدت لها شويه تاع الماء وشويه تاع السكر جاتني شويه حامضه عاودت لها هنا شويه تاع الماء وشويه تاع السكر والذوق يرجع لكم ليكم انا نبغيها حامضه ما نكثرش السكر نبغي كي ناكل هكا التحليه تاع الليمون نحس بالليمون وهذاك مبشور الليمون استحفظت به خاطرش صراحه راه غالي كي يكون غالي نستحفظوا به نحتاجوه في وصفات اخرى تاع الحلويات هنا ما كاش عندي هاد الكرتون تاع لي ترونش جبت غير داك تاع لي وقطعته نغطس البودوار في العصير تاع الليمون هنا شوفوا اذا بغيتو تتناولوها تمتم غطسوه خلوه يتشمخ مليح مليح اما اذا بغيتو زعما ديروها صباح العشيه تتناولوها آه غادي ترطب لكم أه، يعني فهمتوني ولا ما فهمتونيش يعني عينت شو الهضره كيما انا دوك نبغي ناكلها تمتم نتقلق عليها البودواغ نغطسه ونخليه يتمخ مليح بعصير الليمون باش ناكلها تمتم بغيت نخدمها صباح وناكلها في العشيه ندخلها في عصير ليمون ونخرجها هي من بعد كي تطول ترطاب بالكريمه تاع الليمون وكاع دوك فهمتوني ان شاء الله المهم غطست البودواغ درت فوقه طبقه تاع كريمه الليمون عاود درت طبقه من البودواغ اللي غطست عاود في كريمه الليمون شوفوا كي تعوج لكم معليش عاود طلعوها خاطر غادي بلا مول بلا والو عاود درت من الفوق طبقه كريمه الليمون راني نسقم فيها هكا شويه الشغم تاعها من يجي مخربش ماشي شاطو فردي يليق هكا طونش اه يجي مسدف هكا بالمسطره يليق قانون مسدف لا معليش غير هكا الشغم تاعي يجي هكا مخربش الشباب بقاو لي هاد الحبيبات تاع البودوار ما بقالكم لكمش ديروا بسكوي بيتي ولا المهم اي حاجه ولا زينو كيما بغيتو من الفوق انا ما قلت نضل نجيب الروبو ونطحن غير باليد تاع الفوي دق دك دقت هكا شويه عاد شو جاني شباب هكا مشوكو فيه حبات هكا خشان درتهم من الفوق كاسيت لاكولوغ ورشيتهم بشوية تاع الكاكاو ودرك جبت هاد لي زيكوغ تاع تاع الليمون هادو كونفيت نصنعهم غير بالقشور تاع الليمون ونستحفظ بهم في المجمد يجو شابين ينتاكلو يجو بنان بنان هادو نتوما زينو كيما تبغو ونتناولوها بصحتكم وراحتكم تجي سريعه التحضير انا مانيش نستغني عليها قلتهم قلت خطه نديرها طاق خطه نديرها كيما هاكا خطه نديرها تحليه في لي كان ان شاء الله تجربوها وقت الليمون استحفظوه جمدوه ومن بعد ديروها وان شاء الله الى الملتقى مع وصفه اخرى مع السلامه